وعملي في نفس الوقت. عاملين ايه؟ معاكم جودي، معاكم جايدة من قناة عالم جودي. النهارده احنا فيديو جديد. من غير مقدمات كتير، الجملة اللي هقولها في كل فيديو عشان نختصر، هنعمل لكم النهارده ريفيو عن دومتي دبل او دومتي دبل زي ما جيداء بتقول عليه. دلوقتي جودي بتقول لي يا ماما احنا هنجيبه كتير في المدرسه لاننا هنحتاجه لانه وجبه سريعه. جيداء مصممه عليه، انا قلت لهم احنا نعمل ريفيو ونشوف هل يستاهل ولا لا. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول كل الحاجات اللي احنا بقى لفينا كده وفهمنا هو ايه. اول حاجة هو منتج مصري 100%، تمام. جودي قالت لي هو مصري، قلت لها يا بنتي شوفي الله يبارك لك لحسن، انا في موضوع المقاطعة ده زيرو خالص بتلخبط. جايدتي عملت ايه؟ جايدتي نزلت برنامج قضيتي وقالت لي يلا نشوف. نقول بسم الله. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ المنتج ليس في قائمة المقاطعة، يعني معانا مش علينا. اول حاجه دي ايه؟ اول حاجه يا جماعه احنا ما جربناهوش قبل كده، دي اول تجربه. هنقول الحق، هنقول ايه؟ اول حاجه هو مصري، دي ميزه. تاني حاجه بقى ان هو في ايه؟ حلو حلو وحادق وحادق وحلو. هو في 2 ساندوتش، واحد حادق واحد حلو، وهو نزل منه الطعمين دول. واحد بطعم الجبنه الرومي اللي هي السايحه الجميله دي، واحد بطعم الجبنه الكريمي. الجبنه هي اللي مختلفه، انما ده الحادق يعني. انما المسكر هو بالايه؟ بالشوكولاته اللي بطعم البندق، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي لونه بني الجميل ده. اوكي، يعني معنى كده ان الكيس القمر اللي انتوا شايفينه ده، بصوا فيه من جوه ساندوتشين، واحد حادق اللي هو الجبنه سواء الرومي او البيضه، والتاني فيه الايه؟ والتاني فيه الشوكولاتة. طيب تالت حاجة ميزة فيه سعره، اللي هو سعره ايه؟ 10 جنيه. فطبعا 10 جنيه في متناول، لو انتوا مثلا جعانين في الشارع ولا حاجة بمصروفكم هتعرفوا تجيبوه. الفكرة اللي عجبتني لو الطعم عجبنا فعلا، ان ممكن يكون وجبة سريعة في اللانش بوكس او بعد المدرسة للدروس، هيبقى حاجة سريعة جميلة جدا. لو مستعجلين فاحنا الاول هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله وهنجربه وندوق معاهم. ايه؟ لما نرجع من النادي ناكله في الطريق. هنشوف. فكره حلوه، هو سريع وحلو، فكرته جميله ان يبقى فيه طعمين في حاجه واحده وب 10 جنيه، انا شايفاها ان هي جميل. طيب هنقول بسم الله، هنقول بسم الله. افتح يلا بسرعه. كل اللي داقه وجربه يكتب لنا تحت في التعليقات. الله، ده الساندوتش جوه مغلف. ها خليكي قويه شطوره. واو فعلا. خلاص يا جيدتي فتحتيه على الاخر. بصوا بقى الجمال. بس انا عندي نقطه مهمه هتكلم فيها. الحجم بتاعه صغنن جدا. طيب ماشي، مش مشكله. بصوا ده الحادق، بس برضو في ميزة. وده الحلو باين من هنا من الجزء بتاع الشوكولاته. ايه هو؟ اللي هو متغلف. ان كل واحد مغلف، علشان لو مش عايزه تاكلي الاثنين مع بعض في نفس الوقت هتاكلي واحد. ادي ميزه كويسه جدا. حلو فكره التغليف، لو هتاكلوا الحادق ومش عايزين الحلو دلوقتي ممكن تحافظوا عليه وتشيلوه لحد ما ايه؟ لحد ما تحبوا تاكلوه. الفكره جميله، بس لحد دلوقتي انا عندي اعتراض واحد، ان الايه؟ ان الحجم بتاعه صغير. طيب هنقول بسم الله. عايزين اول حاجه نفتح الحادق. الحادق بناكل الحادق الاول. طب نعرف منين اذا كان هو الحادق ولا الحلو؟ هتلاقي الشوكولاته في المكان اهو اللي ايه؟ اللي فيه الشوكولاته. يلا نقول بسم الله. هو بس كده النقطه الوحيده اللي تعقيبا ان هو صغنن جدا. ماشي نقول بسم الله. صغنن بس هنشوف طعمه، ممكن يبقى طعمه حلو. ها في جبنه؟ اقطع. نقول بسم الله. استنوا بقى عند ثواني يا جيدتي، عند جودي استني، لا انا عايزه الكاميرا تركز اكتر. ثواني. ايوه ركزت. عند جودي الجبنه باينه اكتر عشان لونها اصفر. لا عندك باينه برضو، بس لان الجبنه لون امسكي كده عشان الكاميرا تركز، لان الجبنه لون الفينو. طب هاتي كده يا قلبي. ايوه مش باينه قوي علشان الجبنه لون الفينو. طيب ندوق ونشوف هل الطعم واضح ولا لا. هاتي ناخد قطمه. استنى ادوق معاكم. طعمه حلو. امسكي يا جودي.
اولا هو العجينه بتاعته رائعه فلافي كده وخفيفه. عايزه اشوف الانتاج بتاعه كويس. ده بقاله تقريبا يومين، النهارده الثالث، فحلو جدا. العجينه اسم بس انا مش فاكراه الايه الفينو ده ليه اسم. بتيبان. الله. العجينه نفسه بتاعتها طريه وحلوه جدا، وانا حسيت بطعم الجبنه الرومي. ندوق الجبنه البيضه. مش حاسه الجبنه البيضه صراحه. شو يا جايدة؟ لا الجبنة البيضة واضحة، بس طعمها مش واضح قوي. ليه؟ لان الجبنة الرومي فيها سنة ملوحة او حدوقية، حسستك ان في حاجة جواه. الجبنة البيضة مش واضحة لان هي حاجة ناعمة كده شبه الزبادي، فالطعم مش واضح. بس كعجينة رائعة. كطعم انا حسيت بالجبنة الرومي. هرشح لكم لو هتشتروا تشتروا اللي بالجبنة الرومي. طيب اشتروا اللي بالجبنة ده عشان جيداء بتحبه، واشتروا اللي بالجبنة الرومي عشان انا وجودي حسينا بطعمه. طب نجرب اللي بالشوكولاتة. نقول بسم الله. يلا بينا. ها سريعا اقسم. واو وريني. بصي. لا هو مش بصي، هو الشوكولاتة بتبز. امسكي كده وريني يا جودي. ايوه حلوة اوي دي يا جودي. الله. لا حلوة جميلة. جميلة ونادرا نادرا لما تشتروا حاجة جواها حاجة شوكولاتة زي كده. هدوق حاجة حاجة يا قلب. الاتنين كده كده دول زي بعض. نادرا لما تشتروا حاجة شوكولاتة وتلاقوا الشوكولاتة واضحة اوي كده. بسم الله. حلو. نوتيلا. ده نوتيلا عندنا جوه بالبندق. لا حلوه بس دي من عندهم هم. بس في حاجه اخدت بالي منها. ايه هي؟ غير ان الحجم صغير. النوتيلا لا أنشف. مش النوتيلا العيش انشف. الكيس بتاع اختك الخبز اللي فيه اللي هو البتيبان اللي فيه ده فاتح وطري فلافي جدا. اللي عندك غامق سنه ففي سنه نشوفيه، واخدت بالي منها اكتر في الشوكولاته. بصوا الفرق في اللون، الفرق كمان في الطريان. بصوا بس كطعم حلو. امسك عشان انا هدوخ. كطعم جميل جدا، حاسه بطعم الشوكولاته جدا حلو. انا حبيت، بس انا حبيت اللي بالجبنه الرومي، وطبعا اللي بالشوكولاته اوكي. ها ماشي جربوا الجبنه الرومي. طيب انا هقول لكم بقى باختصار وجبه سريعه هتنفع، حادق وحلو هتنفع، معانا مش علينا هتنفع. تمام ان شاء الله حظكم يطلع في اللي لونه فاتح فيبقى كله طري ويبقى جميل. بس كطعمه هو حلو تمام، بس كحجم لو انتم معدتكم نونو اعتقد مش هتشبعوا قوي. لو انتم معدتكم نونو. لا لو انتم معدتكم كبيره. ازيك يا جايده عامله ايه؟ لو انتم معدتكم نونو هيشبعكم، لو انتم معدتكم مش نونو هتحتاجوا تجيبوا كيسين في الليله اللي احنا فيها دي. لا بس هو جميل. لا 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 جميل جميل. ان هو ب 10 جنيه يعني الساندوتش الواحد ب 5 جنيه. حلو لان مفيش حاجه بالسعر ده بصراحه. اكتشفنا كمان واحنا بندور على الفيديوهات، اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان في نوع تاني منه اللي هو الكرواسون، بس احنا للاسف ما لقيناهوش. اول ما هنلاقيه اللي يلاقوه يكتب لنا، واحنا اول ما هنلاقيه هنقول لكم. احنا هنحط لكم صورته دلوقتي، اللي هيلاقيه ويجربه يكتب لنا في التعليقات، واحنا لو لقيناه هنجربه ونقول لكم. متفقين؟ على قد ال 10 جنيه. حلو طعمه جميل. اللي بالجبنه الرومي واضح جدا الطعم. لا هو جميل. الميزه اللي فيه ان كل ساندوتش في كيس لوحده، فهنقدر لو اكلت واحد ومش عايزين تاكلوا التاني دلوقتي، ولو ان هما الاثنين يعني يا دوب على قد قطمتين، هتقدروا تحتفظوا بيه. فكرته جميله ب 10 جنيه، هو على قد ال 10 جنيه. ممتاز ممتاز ممتاز. ارشح لكم اللي بالجبنه الرومي. يا رب يكون الفيديو عجبهم. يكتبوا لنا في التعليقات مين جربه. ماشي. ومين جرب الكرواسون؟ متفقين؟ انتوا عجبكم؟ يعني لو متاخرين الصبح ممكن ننزل نشتري وتروحوا على المدرسه؟ مية مية. طب لو بعد المدرسه وفي دروس ينفع نجيبه بدل البرانش؟ متفقين؟ قولوا لهم باي. لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.